السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناه اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ركز معايا كويس جدا في القراءه بتاعتك وباذن الله كل اللي ينطبق عليك ما يكونش غير خير وتفاؤل وفرحه وسعاده وهنا. هنشوف مع بعض دلوقتي ايه الاحداث اللي عندكم وايه التقدم وايه الخير، وقولوا لي بقى يعني القراءه بتاعتكم هتكون جميله ولا لا في الكومنتات بعد ما تخلص. واخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتكم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما على قد الصبر اللي عندكم على قد ما يعني ما في طاقه جديده. خلوا بالكم من الفترة اللي جاية دي، ربنا هيراضيكم بإذن الله، لأن انتوا أقوى من الأول أو أصبحتوا أقوى من الأول، أصبحتوا تطلعوا اللي جواكم زي ما انتوا عايزين. ربنا كريم عليكم، طاقتكم حلوة جدا الفترة اللي جاية. أي نعم في زعل بينكم ما بين الشريك، في مكالمات الأيام اللي جاية، وفي لقاءات بصلح، وفي أمور تاني تجديد، في أمور منعكسة هتحصل عندكم. خدوا بالكم من عم أو مرات عم أو بنت عم، ثلاث أشخاص عندكم دول مش بيحبوا لكم الخير، في غيرة وفي حقد اتجاهكم. خدوا بالكم في مشروع هينجح عندكم، او في فلوس، في ربح جديد، في تجديد لاكتر من حاجة عندكم. عندكم كمان شوية امور فيهم تجديد حلو ليكم، في مفاجأة حلوة جدا الفترة اللي جاية بإذن الله، لأن الخبر الحلو اللي متعلق بالمفاجأة ده هيكون انفراجات على جميع الأوضاع. في عدالة عندكم، ممكن تكون عدالة في محكمة، عدالة في تفكير بينكم ما بين نفسكم، أمور مستجدة الفترة دي. عندكم شوية وجع في الجسم، عندكم شوية وجع في المعدة، مش عارفين تاخدوا راحتكم، في علاج بتاخدوه، والعلاج ده انتوا عايزين تبطلوه بس خايفين على نفسكم. في صفقة حلوة، الصفقة الحلوة دي هتكون من عند ربنا. انتم معرضين للكسل الشديد او التعب النفسي، الطاقة السلبية هي اللي مأثرة عليكم بشكل كبير جدا. انتوا هنا بتعملوا حاجات جديدة اكتر من حاجات بتعملوها، كل الناس بص لكم، كل الناس بتبص على كل حاجة فيكم، وعشان كده حصل عندكم غدر من اكتر من حد، والغدر ده كتفكم، ربطكم، عمل لكم كذا حاجة مضايقاكم. لكن هيحصل عندكم تغيير من بعد الظلم، بخصوصا ان انتوا ما لقيتوش راحتكم ابدا في ظلمكم، في طريق حلو انتوا رايحين له وعاوزين تجديد فيه، انتوا رايحين لمكان احسن من اللي انتوا فيه. ما تزعلوش ابدا للي راح منكم، بص لقدام، طول ما انتوا هتبصوا لقدام هتلاقوا التغيرات الحلوه اللي انتوا عايزينها، لان ربنا كريم عليكم بشكل كبير جدا وحبيبكم تكونوا في قمه الازدهار. فبلاش القلق وبلاش الحيره وبلاش التوتر، لان انتوا ظالمين نفسكم في اكتر من حاجه. انتوا هنا هيكون عندكم مولود، خبر حمل، او عندكم تجديد، عندكم مكالمات، الله اعلم، بس هيكون في امور حلوه. عندكم حد ظالمكم من ابراج طمئيه، برج العقرب، برج الحوت، برج السرطان، حد ظالمكم منه، حد اكل حقكم، امور مستجدة عايزين تاخدوا حقكم منها، الله اعلم، بس في تجديد عندكم بخصوص الابراج دي. كمان انتوا بعض منكم شغال علشان عايز يغير عتبة، يغير سكن، يغير بيت، الله اعلم. في اكتساب نصر على اعداء عندكم، انتوا الفترة دي شغالين اقصى مجهود، لان انتوا هيكون عندكم تجديد في حاجات. فخلاص يعني بلاش تزعلوا نفسكم على اي حد، مفيش حد هيقدر يتحداكم، لان ربنا كريم عليكم وهو اللي هيكرمكم من حيث لا تحتسب. الشريك محتار وتعبان ومخنوق، عندك الشريك ممكن يكون من ابراج نارية، الحمل، الكوس، الاسد،
عندك شريك من الابراج دي، الشريك لو عندك من الابراج دي فهو في حيرة، هو في تعب، هو مش عارف هو بيعمل ايه، وفي طرف تالت في حياته عمال يتدخل، عمال يزن فوق ودانه، فخلوا بالكم كويس جدا منه، لانه الشريك تعبان مش زي ما انتوا فاكرين. انتوا فاكرين ان هو مرتاح، بس هو مش مرتاح، 24 ساعة بيفكر، 24 ساعة ضاغط نفسه، 24 ساعة باله مشغول بحاجات كتيرة جدا. الضمير عندكم بيعذبكم، حاسين ان انتوا ظلمتوا الشريك، بس انتوا مظلمتوش الشريك، هو الشريك تعبان بسبب اختياراته الغلط، وانتوا حاولتوا بقدر المستطاع تريحوا اعصابكم وتكبروا دماغكم شوية. دمعتكم نازلة عليكم لأن التعب أكبر من اللي انتوا فيه. في زعل عندكم الفترة دي حرفيا، زعلانين من حاجة كبيرة خانقاكم ومضايقاكم، في أمور عندكم انتوا بتعانوا منها أشد المعاناة. ليه؟ لأن بالكم مشغول بتفكير قوي في مكسب حلو، والمكسب ده هيكون نقلة. في حد قريب منكم، الحد اللي قريب منكم ده تعبكم، ممكن يكون عندكم أخ مش حابب لكم الخير، ومرات الأخ اللي عندكم دي بوشين بتقول كلام وتودي، انتوا فاكرينها حبيبة بس هي مش حبيبة. انتوا حصل عندكم اكتر من امتحان في حياتكم، يعني انتوا ممكن تكونوا خلصتوا دراسة ومازال بتمتحنوا تجارب في الحياة، فخدوا بالكم لان انتوا مراقبين، يعني في حد بيراقبكم من على جميع الاوضاع، عليكم عيون، العيون الكبيرة دي من الناس المقربة، فلازم تخلوا بالكم. في حيرة مش طبيعية، البعض منكم عنده علاقة كاتمة نفسه، علاقة مضيقة صدره مخليه مخنوق، في حاجة تقيلة على قلبه وعشان كده تيجيلكم نغزة، لكن ربنا هيفرحكم بعودة تغيير ليكم. في ناس أذتكم كانت من الصحاب، عندكم 4 أشخاص من الأصدقاء خسرتوهم او حاولتوا تبعدوا عنهم لان ال4 اشخاص دول مش حابين لك الخير. في واحدة ست في ارض بيتكم، فارض البيت بتجدد لكم سحر. شوفوا بقى مين اللي انتوا قاعدين معاه في بيتكم، هي واحدة ست بتجدد لكم سحر، الست دي مش حابة الخير ابدا وعاملين لكم سحر، عايزة تنتقم منكم عداوة أشد العداوة عليكم، فلازم تخلوا بالكم. انتوا رحتوا عند شيخ أو عند شيخة، رحتوا عند حد والحد ده قال لكم انتوا معمول لكم حاجة، بس هم مش عارفين انتوا معمول لكم السحر، والسحر ده هو اللي عامل لكم موقف حال في أكتر من حاجة. الفترة اللي جاية دي حرفيا اسمتكم هتكون مفتوحة، لان الفترة دي هتعدوا باكتر من ازمة، وبعد كده ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في تجديد امور. انتوا منتظرين، عندكم بركان جوه قلبكم، تفكير رهيب من كتر الصراع اللي داخلي اللي عندكم. انتوا الفترة دي هتبذلوا أقصى مجهود بشكل كبير، احرصوا جدا على كل حاجة فاتكم، احرصوا جدا على المعاملات اللي ما بينكم وما بين الآخرين، لأن البعض منكم مخنوق، البعض منكم عايز يطلع من اللي هو فيه، وزي ما قلت الوجع اللي في المعدة ده بسبب الحسد الشديد، والمال اللي عندكم ما تصرفوش زيادة عن اللزوم، وبلاش طيبة القلب مع الأخوات مع المقربين اللي انتوا بتدوهم من غير حساب، لأن انتوا لما بتدوهم من غير حساب هم مش شايفين كده، هم شايفين ان انتوا ضعاف فانتوا بتدوهم،
فعايزاكم تخلوا بالكم وتحذروا. عندكم تغيير حلو ولقاء جميل وقعدة جميلة، طاقة معينة الله أعلم، في تجديد لأكتر من حاجة عندكم، في خطوبة هتتم على خير بإذن الله، وهيبقى استكمال لحاجات جديدة، لأن انتوا حصل عندكم توتر، حصل عندكم خلافات، وده كان في مكالمة يعني ما اتفقتوش فحصل خلاف، فياريت تخلوا بالكم. والاشخاص اللي عايزه تاذيكم دي عمرهم ما هيقدروا ياذوكم، ليه؟ لان انتوا معاكم رب، معاكم رب ما بينامش، عارف مين بيحسد مين ومين بيحقد على مين. العاطفه عندكم حرفيا هتكون في قمه الازدهار، لان انتوا في خلافات كتيره جدا حاصله بينكم وبين الشريك الفتره دي، لكن بفضل ربنا هيكون في نقله جديده، بفضل ربنا هيكون في تجديد جديد، طاقة معينة، لقاء عاطفي الفترة دي، وهيجدد الخلايا والمشاعر اللي عندكم، وهتكونوا مبسوطين، هيبقى في عودة لحد عندكم، حصل عندكم فراق، يعني حصل حد كان في فراق بينكم، فالفترة دي هيكون في طاقة. بلاش الخوف اللي عندكم، الخوف اوعى تخافوا، يعني ما تخافوش من حاجة، انتوا خايفين من حاجة تحصل، بالكم مشغول عمالين تفكروا، وده اكبر غلط انتوا بتدوه لنفسكم. فياريت بقدر المستطاع ما تخافوش من اي حاجة، وتمشوا في اللي انتوا عايزين تمشوا فيه من غير تردد، من غير تفكير، من غير اي حاجة، لان انتوا عندكم رزق كبير وعندكم طاقة مستجدة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، لان ربنا كريم عليكم، ربنا حابب لكم ان انتوا تكونوا في قمة الازدهار. فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع. كمان الفترة دي انتوا شايلين هم حاجة كبيرة جدا بتحصل معاكم على طول، في هم كبير جدا انتوا شايلينه مش اخدين راحتكم، في حلم مزعج، الحلم ده كل ما بتحلموا بيه بتزعلوا، وبتزعلوا قوي كمان، يعني خايفين يتفسر، خايفين من حاجة كبيرة على قلبكم، لكن الفترة اللي جاية هيكون في توقيع ورقة، او في اجتماع حلو، في خروج من ازمه، خروج من موضوع، خروج من حاجه كبيره عندكم، في تقديم على شغل، تقديم على حاجه كويسه جدا ليكم، وهي اللي هتجيب لكم الاخبار اللي موثوق فيها، او هيجيب لكم الطاقه الجديده اللي هتحسن من الامور بتاعتكم. كمان البعض منكم حرفيا بيودع الاحزان بتاعته، او بتلموا احزانكم وترموها ورا ظهركم، لان انتوا عندكم نهايه لازمه، نهايه لعلاقه، نهايه لحاجه مسببه لكم الوجع ده، عندكم حد هيطلب منكم من الرجوع ليكم، لان هو ندمان على فراقكم قوي وعايز يرجع لكم، وانتوا مش عايزينه، او خايفين منه، مش خايفين منه ان هو يأذيكم، خايفين ان هو يرجع نفس وضعه ونفس الاسلوب. في مفاجأة من عند ربنا، المفاجأة دي هتعرفكم قد ايه الاشخاص اللي حواليكم بيأذوا فيكم، لانه في خروج من عين. اليومين دول انتوا عندكم طاقة كسل، طاقة الكسل عمالة تتجدد فيكم، تتجدد عندكم، لازم تكسروا الروتين بتاعكم، في حاجة شغلة بالكم، او في امر متعلق بيكم انتوا حصل معاكم، الامر ده الفترة اللي جاية هيكون في تقدم، في علاقة هتقربوا منها، العلاقة دي هتنجحكم جدا، ممكن تكون علاقة عمل، يعني مش دايما بتكون علاقات حب، خلوا بالكم من كده، مش دايما بتكون العلاقة علاقة حب. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني انتوا مكسوفين، او في قعدة هتكون فيها كسوف، الله اعلم، في عتاب مع حبيب، مع صديق، مع حد قريب ليكم، هيبقى في عتاب، في كلام،
في نصر على عدو، العدو ده مستخبي لحد الآن، مستخبي انتوا لسه مش عارفينه. في أمور عندكم هتستجد، لكن وشكم زعلان، زعلانين جدا من حاجة مأثرة عليكم. في رجوع شخص من الماضي زي ما قلت، والرجوع ده متعلق بالحياة العاطفية، او في خطوبة، بلقاء عندكم، بقعدة، الله اعلم، بس في تجديد حرفيا في اكتر من حاجة. في كمان هنا قبول وظيفة، قبول حاجة جديدة، او في شخص بيعرض عليكم مشروع، شركة، بيعرض عليكم حاجة انتوا خايفين، حيرانين، مش عارفين تفكروا فيها ازاي. صفقة حلوة فيها ربح ليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم. على قد طاقة الكسل اللي عندكم، على قد ما هيكون فيكم عندكم ربح جديد، او عندكم امور مستجدة، عندكم اكتر من حاجة الفترة دي. القسمة بتاعتكم هتكون مفتوحة، لان العوض بتاعكم كبير جدا. اي نعم، انتوا لحد الان في زعل، في دموع عندكم، في بركان من الخذلان من الاشخاص الاخرى، لكن الفترة اللي جاية دي هتكون فيها استقرار عاطفي ومادي، لان انتوا اصلا بتدوروا على الاستقرار بشكل كبير جدا، بشكل مستمر، بشكل متألق في عندكم من الفترة اللي جاية، انكشاف سر وظهور حقيقة على حقيقتها، او ظهور واحدة على حقيقتها، حد على حقيقته. انتوا مش هتتصدموا، لان انتوا متوقعين الصدمة دي في اي وقت، لكن الوقت ده هيكون هو وقت ان ربنا يكشف لك الناس اللي حواليك، وبيدعوا ان هم بيحبوك انت. وايه مشكلتك؟ مشكلتك ان انت طيب جداً، وبتعامل الناس دي بطيبة وحب. عندكم طاقة معينة او طاقة جديدة. في بعض الالوان عندكم، عندكم اللون الازرق واللون الموف واللون الاسود، الالوان اللي بتفرحكم وبتديكم طاقة. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من نفسكم الفترة دي، وبلاش العصبية، عصبية بلاش، لان انتوا العصبية بتاعتكم بترجعكم لورا، وبتخسركم حاجات كتيرة جدا بتكون حلوة، وبتشيلكم الهم. ضغوط نفسية، البعض منكم بيعاني من ضغوط نفسية مؤثرة عليه، مخلياه اصبح شخص مختلف، لكن بفضل ربنا هتجيلك رسالة في الوقت المناسب، هي اللي هتحسن من كل اللي انت بتفكر فيه ده. يعني لو انت بتفكر في حاجة، انت عايز اقولك انها تحصل عكسها، انت بتفكر في حاجات كتيرة جدا ازياك، لكن بفضل ربنا هيكون في نصرة، في قضاء حاجة، في تقديم على حياة افضل من اللي انتوا فيها. البعض ممكن يكون عنده ربح، والربح ده طال انتظاره، لان انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة، او اسم كبيرة مفتوحة قدامكم، لكن مش عارفين تبدأوا ازاي او تحققوا ايه، لان الهم ملازمكم. وبفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، قعدتكم اللي انتوا هتقعدوها مع الشخص الصح هترفع من معنوياتكم، ومعنى ان هي هترفع من معنوياتكم معنى ان انتوا هتخلي عندكم ثقة بالنفس عالية. انتوا دايما بتتحطوا نفسكم في خانة، الخانة اللي هي بتاخد من طاقتكم، او الخانة اللي بمعنى اصح بتتعبكم. فلازم بقدر المستطاع اي طاقة مأثرة عليكم او تعباكم، فورا فورا تطلعوا منها. البعض منكم حصل عنده اكتر من ارتباط، او اكتر من خطوبة، او اكتر من زواج، او حصل في حاجه عندكم ومفيش اكتمال. ليه؟ عشان انتوا في حاجه جواكم تعباكم نفسيا، لكن بتحمدوا ربنا حمدا تاما على كل حاجه، والفتره دي ما بتوش تفكروا غير في الماديات. عايزين تطوروا من نفسكم، عايزين تزودوا اي حاجه عندكم، لان انتوا شفتوا كتير ومحدش شاف اللي انتوا شفتوه. مش بزود همكم، لكن انا يعني اللي ظهر لكم هو اللي بقوله، لكن انتوا بفضل ربنا
ثلاث خطوات هتخطوهم. الثلاث خطوات دول هيكون في منهم سعي ورمال، او هيكون دايما في انطلاقة جديدة، فرحة جديدة، تغيير جديد. انتوا دايما بتحمدوا ربنا على النعمة اللي في ايدكم، ما بتبصوش ابدا لحاجة غيركم، عيونكم دايما مليانة على اللي موجود، ودايما عندكم عزة نفس عالية، ما بتحبوش ابدا حد يجرح كرامتكم ولا حد يجي عليكم، وبتركزوا على اللي في ايدكم، ما بتركزوش على اللي راح منكم. ليه؟ لان قلبكم نظيف، مفيش حقد في اتجاهكم ولا غل، بس انتوا مهووسين او في عشق زايد عندكم مع الشريك، او بتحبوا حد عندكم بجنون، حد بتحبوه يعني اللي هو ايه، بتحبوه حب زياده، وده تعبكم، ده بيسحب من طاقتكم، فخدوا بالكم على نفسكم بقدر المستطاع. في ناس بتقول عليكم ان انتوا انتوا ما عندكمش ثقه بنفسكم، كلام سلبي كتير، وانتوا ما بتسمعوش لحد، حرفيا ما بتسمعوش لحد. فضل ربنا هترموا سهمكم على اعدائكم، هترموا سهمكم على الشخص اللي لحد الان بيكذب وبيخون وبيحقد. في حد، واحده من الصحاب او حد، واحده ست هتقعدوا معاها، هي هتتكلم وانتوا هتتكلموا، لكن هي اللي هتحاول تقنعكم. اوعوا تكونوا مقتنعين بكلامها، لان كلامها جاي من حد، او حد هو اللي بعتها تقول الكلام ده، والحد ده كان ليه علاقة بيكم انتوا. في تهديد مكالمات، تهديد صور، تهديد حاجة، خلوا بالكم، خلوا بالكم من نفسكم، وتحذروا كويس جدا، لان التهديد اللي عندكم ده جاي لكم عن طريق حد، او هي جاية عن طريق حد، فاوعي تأمنوا مهما يكون، واعملوا كل حاجة بتركيز، يعني ما تبقوش زي الاول كنت بتعملوا كده وترموا، خلوا بالكم. بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. دايما بتكونوا عند حسن حظ، حسن حظ يعني حسن ظن وحسن حظ عند اي حد بيثق فيكم، ما بتحبوش ابدا تخيبوا ظن اي حد مهما يكون، مهما يكون الحد ده غريب او بعيد، ما بتحبوش ابدا تخيبوا ظنه، بتخلوه دايما واثق فيكم وبيثق فيكم اكتر. راسكم مرفوعه دايما، مفيش حاجه بتنزل دماغكم، دايما راسكم مرفوع، لكن نفسيتكم الفترة دي تعباكم. ان شاء الله بإذن الله ربنا هيفك كربكم قريب جدا، وهيزول الهم اللي فوق دماغكم، اللي دايما يعني الهم اللي انتوا شايلينه، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى خطواتكم هتكون إيجابية. في حاجة انتوا الفترة دي بتحبوا تعملوها، الحاجة دي طاقة روحانية من عند ربنا، انتوا كمان بتحسوا بالحاجة قبل ما بتحصل، عندكم الحاسة السادسة عالية جدا، لان ربنا حكيم عليكم ومديكم حاجات انتوا ممكن تكونوا مش شايفينها في نفسكم، لكن هي بالنسبة لحد تاني او ناس تاني دي حاجات مستحيل تكون موجودة، فلازم بقدر المستطاع تخلوا بالكم، لأن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربكم هيجازيكم خير. في حاجة هتحصل عندكم خلال 10 أيام، لإما اجتماع لإما مكالمة تليفون، في حاجة جديدة هتحصل لكم، وهيبقى في تميز عن الاخرين، بس احذروا من العيون اللي بصلكم في كل حاجة.
في حد بيغير منكم. الحد اللي بيغير منكم ده بيحسد او بيحقد عليكم، فدايما خلوا بالكم. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبارك. الفترة اللي جاية دي فترة تجديد ليكم، او هيبقى تجديد في قرارين او في موضوعين او في رقم اتنين عندكم، لان التجديد اللي عندكم ده هيبقى فيه امور مستجدة لحياتكم بالكامل. في نور من بعد ظلمة، او في طريق هينور عندكم من بعد اليأس اللي انتوا بتعانوا منه حاليا. يعني انتوا ممكن يكون عندكم اكتر من حاجة مأثرة عليكم، لكن الفترة اللي جاية هيبقى في طاقة جديدة خالص. كمان احب اقول بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك في اولادكم، او لو انتم ما عندكمش اولاد ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. عايزاكم تخلوا بالكم من فلوسكم، والحاجة اللي ضايعة منكم ياريت تدوروا عليها، لان في حاجات مستخبية لسه انتم مش عارفينها فين. دوروا كويس جدا في ارض بيتكم. انتم عندكم طرقة، طرقة في ارض في الشقة في ارض البيت، طرقة ضيقة كده. الطرقة دي خلوا بالكم كويس جدا، لانه لما بيعملوا اعمال، لما بيعملوا سحور بيرموها في الاماكن الضيقة علشان بتبقى سهل جدا ان الشخص ينصاب على طول. فانا مش دايما هفضل احذر فيكم ان انتوا تخلوا بالكم، لان انتوا مش عايزاكم تدوا لحد امان بالطريقة اللي انتوا مديانها دي. من ايمانكم قوي للناس دي غلط، وخدوا بالكم من نفسكم. كمان بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ان شاء الله باذن الله، باذن الله في جواز او خطوبة او محبس جواز، في طاقة معينة هتديكم طاقة الجواز. عندكم هنا ارتباط بثلاث اشخاص، او في ثلاث اشخاص حروفهم زهرة. الثلاث اشخاص دول حرف الميم وحرف الالف وحرف العين، ثلاث حروف دول هيبقى فيهم ارتباط، ارتباط مع الثلاث اشخاص دول. ربنا هيجازيكم خير عن كل حاجة انتوا بتعملوها. الصداع اللي بيجيلكم من غير اي سبب، والدوخة والتعب النفسي والامور اللي عاملة لكم عراقيل، عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، تخلوا بالكم من نفسكم بقدر المستطاع، لان استقراركم في حد ذاته بالنسبة لناس تاني تعب، بالنسبة لناس تانية هم مش عارفين يوصلوا للي انتوا فيه، فبالتالي هم ايه حاطين عليكم انتوا. فلازم تخلوا بالكم من نفسكم، وتحذروا الف تحذير من الناس اللي بوشين، المنافقين الكذابين اللي بيلعبوا على كل الاطراف. الاشخاص دول هم مين؟ هم اقرب مليكم، اقرب مليكم، حاقدين عليكم وغيرانين من نجاحكم. وخدوا بالكم من نفسكم بقدر المستطاع، لان ربنا كريم عليكم، وفضل ربنا انتوا دايما بتوصلوا لكل حلم انتوا بتحلموه، بتوصلوا لكل نجاح انتوا عايزينه، بتوصلوا لكل طاقة ازدهار ربنا كاتبها لكم. الشفاء او الخروج، انتوا هنا دموعكم نازلة بسبب حد عندكم مسجون، او بسبب حد دموعه قريبة جدا على خده، او انتوا لإما زعلانين على حد مسجون وفي ضيق وفي خنقة، لإما زعلانين على نفسكم أو على حد مريض. نشوف بقى الرسالة بتاعتكم هتقول لكم إيه الفترة دي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
طيب هنختار دي ونشوف ايه هي الرسالة. بسم الله متبقين عليها جميلة. ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع، والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب لو انتوا أصحاب ورقة أول واحدة قولولي، هنشوف الورقة التانية. نختار دي. بسم الله. ستبكي من شدة السعادة، كون واثق في الله، لا تصعب يعني الأمور، فمستقبلك سيكون جميل وطموحاتك عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قولولي بقى انتوا من انهي ورقة، او اصحاب انهي ورقة. يا رب ربنا يكرمكم ويجازيكم خير عن كل حاجة في حياتكم. تحياتي لكم واتمنى لكم كل ما هو جميل.